بعد سلسلة من الحوادث والمشاكل البيئية وتعرضهم لأمراض وأوبئة ناتجة عن انبعاث الروائح الكريهة من النفايات المتراكمة في منطقة مبزل الشاير، والذي يبعد عشرات الأمتار عن مقر حكومة كربلاء المحلية، فقد تظاهر أهالي الحي أمام مبنى المحافظة للمطالبة بسحب العمل من الشركة المتلكئة والتي أحيل لها مشروع تغليف المبزل منذ سنوات عدة، وإحالته إلى شركة أخرى رصينة لغرض إنجازه بأسرع وقت ممكن وإنهاء معاناتهم. هذه المنطقة موبوءة بهذا البزل اللي هو صارت أمراض سرطانية بتهمت تموت هاي الأطفال نتيجة هاي الأمراض، وكذلك الحوادث اللي جرت وصارت بتهمت في هذا المبزل عدة حوادث، كثير من الناس ماتت من 2006 ولحد الآن، كل يوم يقولون باكر خلصونا من شركة القوانص اللي هي إذا طبت ما ينتهي هذا البزل ولا يخلص ولا يتنفذ أبدا. لقد خرج سكان منطقة الشاير في محافظة كربلاء المقدسة لغرض تغليف بزل الشاير الذي يعد مصدر الأمراض، علما أنه منظر غير حضاري وغير لائق بمحافظة كربلاء المقدسة. الناشد الحكومة بعمار كربلاء، كربلاء ما بيها بنا تحتية صفير، الناشدهم كربلاء أعمار ما بيها تعبانة، هاي أرض مقدسة، أرض الحسين، البزل كتلنا مال الشاير خلي يغلفونا يا يعني متنا من عنده، يوم تلزم العتبة وتعيفة، يوم تلزم شركة وتاخذ الفلوس وتروح، يوم المحافظ يقول أنا راح أباشر بداية وكمل لكم وماكو. مسؤول لجنة الخدمات في مجلس محافظة كربلاء أكد أن مشروع تغليف مبزل الشاير في المحافظة قد أحيل إلى إحدى الشركات المحلية وتمت المباشرة بالعمل، إلا أنه توقف بسبب الأزمة المالية وحالة التقشف التي تعيشها البلاد، مشيرا إلى أن للشركة المنفذة لهذا المشروع مستحقات مالية توازي نسبة الإنجاز والتي وصلت إلى 9%، ولا يمكن سحب المشروع منها وإحالته إلى شركة أخرى إلا بعد تسديد مستحقاتها المالية. مشروع أحيل على شركة القوانص في محافظة كربلاء، لكن الوضع المالي أثر سلبا وتوقف المشروع بعد نسبة إنجاز 9%. هناك عقد بين الشركة والمحافظة مع السيد المحافظ، الحق الشركة أو المقاول يتمسك يطلب استحقاقاته، إذا ما توفرت هذه الاستحقاقات فيكون هناك سحب للعمل أو تراضي بفسخ العقد بين، وبالتالي يكون مجال لأي جهة ثانية متبرعة أو شركة ثانية أو تنفيذ مباشر ممكن الدخول على هذا المشروع. حاليا لا يمكن الدخول على هذا المشروع لوجود عقد بين المحافظة والشركة المنفذة إلا بعد استكمال المبالغ أو النسب وفق النسب الموجودة من الإنجاز لهذا المشروع. وعلى ما يبدو أن أيادي الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية ألقت بظلالها السلبية على المواطن البسيط وعلى صحته وسلامته.